والباردة التي شهدتها البلاد السبت لم تشبه بأي شيء الأجواء الساخنة داخل قاعة المؤتمرات في مبنى البرلمان العراقي التي شهدت هجمات حادة على شخصيات يعتبرها بعض النواب فاسدة إداريا بصورة كبيرة، كما في مؤتمر النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا الذي طالب فيه بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي أقر البرلمان قانونه قبل سنتين، مهاجما المسؤولين الذين يقومون بتعيين أبنائهم وأقربائهم في وظائف حكومية باستخدام الوساطة. العراقي من يريد أن يدافع عن أبناء المظلومين عليه أن يأتي بالخريج من أبناء المظلومين حتى ينطيه فرصة بالتعيين، ما يروح يعين ابنه لو بنته لو نسيبه لو أخوه لو أخته. أنجزنا طلبا بفتح تحقيق بمثل هذا الموضوع داخل قبة مجلس النواب معززا بتواقيع 113 نائب من مختلف الكتل السياسية، مشكورين كل الذين وقعوا حتى نفضح من تاجر بعناوين طيلة السنوات الماضية. مجلس خدمة اتحادي يقدم له ابن المسؤول حال ابن الخايبة، وهنالك جيوش من الخريجات والخريجين أصبحوا ما يشوفون عندهم فرصة في التعيين بسبب المحسوبيات العائلية. ولكن بغياب مجلس الخدمة الاتحادي وأن يستخدم عضو مجلس النواب أو الوزير موقعه لأغراض مكاسب عائلية، هذه تمس الأخلاق السياسية، هذه قضية تمس الأخلاق الإنسانية قبل أن تشكل خرقا للقانون. نضغط من على رئيس مجلس الوزراء من أجل تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، خاصة أن مجلس النواب قد أقر قانون مجلس الخدمة الاتحادي، واليوم هنالك سنتين من التعطيل لدى مجلس رئاسة الوزراء لدى رئيس مجلس الوزراء عطل تشكيل مجلس الخدمة. النائب المستقل صباح الساعدي لم يكن أقل حدة في مؤتمره الصحفي الذي هاجم فيه القضاء العراقي ورئيس السلطة القضائية بسبب ما وصفه بالتسييس في معالجة القضايا التي اتهم فيها مسؤولون مقربون من الحكومة، مثل صفاء الدين الصافي الذي برأته المحكمة من تهم الفساد الموجهة إليه. لا نستغرب صدور هذا القرار من مجلس القضاء الأعلى، لأننا تعودنا أن القضايا التي تمس المسؤولين الكبار تكون قضايا إما أن الأدلة لم تكن كافية للإدانة، أو أن التهم تسقط كما أسقطت عن عبد الفلاح السوداني. كدليل واضح على أن القضاء العراقي ورئاسته السيد القاضي مدحت المحمود إنما هو يميل باتجاهات سياسية واضحة، إذا كانت تمس الحاكمون اليوم تمس الحاكمين اليوم في العراق فهي أيضا تسقط التهم، إلى أن يعتمد هذا الوقت لإسقاط التهم عن صفاء الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، لأن الناس ما راح تنتبه على مثل هذه القضية، تنتبه على القضايا الأخطر. هناك خوف من انقلاب سياسي أو عسكري يقوم به حزب البعث الموجود في العراق كما توحي بذلك الحكومة. ويبدو أن الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية سيكون مخصصا لبحث قضايا الفساد في حال استمرت الوتيرة نفسها لدى البرلمانيين، مع أن مراقبين يقولون أن هذا الحماس غالبا ما يتكرر في المناسبات فحسب.